السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهارده هكلمك عن أهم 21 verb في اللغة الإنجليزية، أهم 21 فعل في اللغة الإنجليزية. ولو سمحت ومن فضلك ما اسمعكش تاني تقول ask it. نعم؟ يا ريت محدش يقول ask it، لأن مفيش حاجة في اللغة الإنجليزية اسمها ask it. A-S-K-E-D اسمها asked، ما اسمهاش asked. واشوفك بعد الفاصل. بفكرك بالمحاضرة اللي عدت لما قلنا ان الverb وفقا لمعيار الconjugation اللي هو التصريف بيصنف الى modals، ودول 13 فعل في اللغة الانجليزية كلهم، non-modals ودول باقي افعال اللغة الانجليزية كلها. وقلنا اللي بيفرق المودل من non-modal ان non-modal له 5 تصريفات مش 3. التصريفات الخمسة دول infinitive، present simple tense، present participle، past simple tense، past participle. والنهاردة بقول لك ان المودلز زائد حاجة في اللغة الانجليزية التانية اسمها primary verbs اللي هما to be، to have، to do، دول بيمثلوا حاجة في اللغة الانجليزية اسمها anomalous verbs او auxiliary verbs، او زي ما ناس كتير فيكم بتقول عليهم helping verbs. ودول اهم حاجة لازم تدرسها قبل ما تدخل في دراسة التركيب في اللغة الإنجليزية. هتسألني تقول لي ليه؟ هقول لك لأني بناء على دول أنا ببني كل التراكيب في اللغة الإنجليزية. هتسألني ليه؟ هقول لك لأني الأكزيلري فيربس أو الأنامولوس فيربس كل تركيب اللغة الإنجليزية بيبنى عليهم في الأساس. بمعنى أني لو حابب أعمل interrogation في اللغة الإنجليزية، الاستفهام، لازم اكون عارف الاكزيلياري فيربس. لما اعمل النيجيشن في اللغه الانجليزيه، النفي، لازم اكون عارف الاكزيلياري فيربس. لما اجي اعمل الازمنه واكون ازمنه اللغه الانجليزيه كلها، لازم يكون عندي علم بالاكزيلياري فيربس. لما اجي اعمل الاكتيف فويس والباسيف فويس، دايركت والاندايركت سبيتش، لازم يكون عندي علم بالاكزيلياري فيربس. بفكرك بان الكومبليتلي كونجوجيتد فيرب ممكن يبقى الصورة بتاعته regularly conjugated verb، بمعنى ان التصريف بتاعه في الـ past simple tense والـ past participle يبقى بشكل اعتيادي، بمعنى ان انا ممكن اضيف له d او ed او ied، والكلام ده هنشرحه بالتفصيل لما نيجي للـ past simple tense. طيب تمام. او irregularly conjugated verb، بمعنى ان التصريف بتاعه يبقى على نحو شاذ، يعني يحفظ كما هو ولا يقاس عليه. مثلا لما اجي اقول عندي verb اللي هو ask في اللغة الانجليزية بمعنى يسأل، وverb مثلا زي speak اللي هو يتكلم. عندي دول النموذجين للcompletely conjugated verb in English، whether it is regularly conjugated or irregularly conjugated verb. يعني النموذجين دول speak و ask هما نموذجين للفعل المتصرف في اللغة الإنجليزية، سواء كان على نحو اعتيادي أو على نحو شاذ. وقلنا اللي بيفرق ده من ده إن ده الاعتيادي بيكون في الـ past simple tense والـ past participle، بحط له d أو ed أو ied وفقا للنهاية بتاعته، والكلام ده هنعرفه في لما نشرح الـ past simple tense. to speak و to ask ده اسمه الانفينيتيف. to speak و to ask ده الانفينيتيف. طيب the present simple tense speak و ask. تمام. the present participle، the present participle مش الزمن المستمر، لا ده اسمه مكون من مكونات الفيرب وليس الزمن. انا لسه ما دخلتش في الازمنه خالص. طب هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك اني لما اجي اسالك عن the present participle، هتقول لي the present participle هو الانفينيتيف without to plus ing،
واوعى حد يقول لي هو المضارع زائد اي ان جي يا دكتور. قول له لا ما ينفعش. ليه؟ لاني لو قلت المضارع زائد اي ان جي verb to be على سبيل المثال، المضارع بتاعها am و is و are، يا ترى هقول ال present participle بتاعها aming ising aring؟ هينفع الكلام ده؟ لا طبعا. يبقى لازم تفهم ان ال present participle من حيث التعريف بتاعه هو ال infinitive without to plus ing، مش المضارع لو سمح. ولاحظ حاجة تانية، ياريت الناس اللي بفهمة اني عندي الجيرند هو البريزن بارتيسيبول. لا طبعا، ببساطة لان الجيرند هو اسم والبريزن بارتيسيبول هو فعل. الباست سيمبل تانس فهقول سبوك و أست. أست ازاي يا دكتور؟ هي مش أسكد؟ لا والله مش أسكد خالص بالمناسبة. وياريت هتقول لي طب انت عملت ايه؟ هقول لك اني لما اجي اشرح لك الباست سيمبل تنس هوريك ان الاي دي ليها ثلاث طرق بتتنطق بيها، وطريقه منهم هي ان تقلب الاي دي الى ت، صوت ت او ات. هتقول لي نعم ايوه. طيب هتقول لي طب امال فين الكه؟ انت بتقول است. هقول لك لان في حاجه في اللغه اسمها سيميليشن، لاني لما بيتحول الاي دي في النطق الى تا بتبقى تا والكا من حيث المخرج متقاربين، فبيحصل بينهم حاجه اسمها assimilation، فتلاحظ ان الكا دخلت في التا تماما، اصبح في حاجه اسمها assimilation يعني ادغام. الباست سيمبل تنس سبوك واست، الباست بارتيسيبل سبوكن است. تمام، يبقى كده عندي المودلز اللي قلنا 13، افكركم بيهم مره تانيه: will would shall should can could may might must ought used dare need. دول 13 زائد to be to have to do، دول اسمهم الانامولوس or auxiliary او الهيلبنج فيربز زي ما انتوا بتقولوا عليهم. تمام، طيب علشان اوصل لمجموعه ال 21 فيرب اللي هم قلت لكم عليهم اهم افعال او اهم مجموعه من الافعال التي تحتوي على 21 فيرب في اللغه الانجليزيه كلها، لازم افهم تصريفات البرايمري فيربز، التصريفات الكامله بتاعتهم الخمسه اللي قلنا عليهم مش الثلاثه. طيب علشان اعرف اوصل لمجموعه ال 21 فيربز او the most important 21 verbs in English language، مجموعه اهم 21 فيرب فعل في اللغه الانجليزيه، ابقى لازم افهم الكونجوجيشن الكامل للبرايمري فيربز. أبدأ بتو بي اللي هو يكون فعل الكينونة أو يكون، هيبقى الانفينيتيف بتاعه تو بي، البريزنت سيمبل ام از ار، البريزنت بارتيسيبل بيينج، الباست سيمبل واز وير، الباست بارتيسيبل بين، فيرب تو هاف، الانفينيتيف تو هاف، present simple tense have or has، el present participle having، el past simple tense had، el past participle had. طيب to do، to do infinitive، el present simple tense do or does، el present participle doing، the past simple tense did، the past participle done. That's it. Very good. Now, what are the 21 verbs? The 21 verbs are the models 13 اللي احنا قلنا عليهم زائد
am, is, are, was, were, have, has, had. وبكده 8 زائد 13 يديني 21 أهم أفعال في اللغة الإنجليزية. هتسألني وتقول لي طب أنا لاحظت حاجة يا دكتور، إنك ما خدتش كل التصريفات بتاعة to be ولا to have، وما خدتش حاجة خالص في to do. هقولك آه، لأني to do هحتاجه في تكوين النيجيشن والانتروجيشن، النفي والاستفهام، فمكانه أو أهميته لسه جاية بعدين. بس قبل ما أقولك ليه هم أهم أفعال في اللغة الإنجليزية على نحو تطبيقي، بمعنى هوريك إزاي هم بيساعدوني في تكوين أزمنة اللغة الإنجليزية كلها، هوريك إزاي هم بيساعدوني في تكوين النيجيشن النفي في اللغة الإنجليزية كلها، هوريك إزاي هم بيساعدوني في تكوين الانتروجيشن الاستفهام في اللغة الإنجليزية كلها، هوريك إزاي هم بيساعدوني في الأكتيف والباسيف فويس المبني للمعلوم والمبني للمجهول، أو reported speech أو direct and indirect speech الكلام المنقول. هوريك إزاي هم بيساعدوني في الحاجات دي. لكن قبل ما أوريك كده لازم تعرف حاجة اسمها the four facts about English language، الأربع حقائق أساسية في اللغة الإنجليزية، لأني بناء على الحقائق دي هتركب حاجات في اللغة الإنجليزية من غير ما تبقى عارف القاعدة بتاعتها. وأشوفكم المحاضرة اللي جاية، وسلام. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inki hermano y de la Aymara, de la Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad, el Aymara. José Gabriel, José Gabriel.